الحمد لله الحمد لله الذي وعد من امتثل امره بثوابه وجنته واوعد من خالفه بناره ونقمته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من تمسك بها فاز بوعده. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي خصه الله باتباعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa mengendalikan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah. Siangnya menahan lapar, haus dan lain sebagainya, malamnya tenaga dan kekuatan yang baru pulih dikuras lagi untuk tarawih dan tadarus Al-Quran. Bahkan di saat mata sedang nikmat-nikmatnya tidur, harus bangun lebih awal untuk bersahur. Semua ini awalnya terasa berat, tetapi lama-kelamaan terasa ringan karena telah menjadi rutinitas harian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Yang artinya, seandainya orang-orang yang tinggal di suatu tempat mau beriman dan bertakwa, niscaya akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari bulan Ramadan kita petik kesimpulan iman dan takwa adalah hasil dari pengendalian hawa nafsu. Diri kita, lingkungan kita, dan negara kita akan sejahtera bila masing-masing dari kita mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan benar-benar kita dapatkan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yastabashiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna allaha la yudhi'u ajra al mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصطفين الأبرار. عباد الله, اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار, خصوصا بالقلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع سور القرآن
سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ارشد أمراءنا المسلمين وزعماءنا وقضاتنا وأصحب بلادنا، وارفض أشعارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح الراعي والراعيات، واحفظنا وإياهم من التفريقات والعدوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.